تحني ألوف النساء ظهورهن لساعات يومياً في خليج قابس بتونس، ويجمعن المحار لتوفير احتياجات أسرهن. وتتوجه جامعات المحار يومياً إلى بلدة الزارات الساحلية في الصباح الباكر لجمع المحار، إذ ينتشرن على طول الساحل في مجموعات مسلحة بقفازات ومناجل وأوعية كبيرة وأحذية بلاستيكية، وقبل ذلك بالكثير من الصبر. وتعمل ألوف النساء في المنطقة الواقعة بالساحل الشمالي الشرقي على البحر المتوسط بجمع المحار وبيعه منذ أجيال، وهو عمل شاق يتطلب معرفة جيدة بتقنيات استخراجه. ومع ذلك أصبحت هؤلاء النسوة خبيرات في مهنتهن. نحن في ما ملزومين ما عندناش يعني ما مزقزر يستوين، احنا ما عندناش حاجه اخرى، ما عندناش حاجه اخرى احنا نستوين، عندنا كان المحار الله، ما عندناش خدمه اخرى، خلينا نخدم ونكمل روحي ونكمل ذريتي ونوكل ذريتي، ولا نقعد نقعد في الدار حتى كان انشغال نقطه. التغير المناخي الذي يشهده العالم في السنوات الأخيرة زاد صعوبة عمل هؤلاء النسوة نتيجة للاحتباس الحراري وعوامل أخرى مثل غزو السلطعون الأزرق الذي يطلق عليه التونسيون داعش البحر. وأدى كل ذلك إلى انخفاض عدد المحار بشكل كبير عاماً بعد الآخر. أنا عندي 40 عام لقيت في المحار ما شاء الله، قبل نجيب 15 كيلو نجيب 10 كيلو، وصلت نجيب حتى قربت نجيبوا حتى قربت 20 كيلو من قدا غزارات غاديك يهزوا فينا كماين، ولقيتوا نجيبوا في قسمنا نوزنوا على ثم على البحر ونخلصوا في فلوسنا ونروحوا. وتعتمد آلاف النساء في تونس على جمع المحار كنشاط موسمي يمثل مصدرا رئيسيا لدخول أسرهن. اي كان موجود ورخيص رخيص خلاص، مثلا نجيب 6 7 كيلو على دينار قداش يجي؟ 6000 7000، والمعيشه تو قبل مش كيف كيف، المعيشه غاليه خويا تولد، وحنا عرفنا نطول محار خلاص قول صافره بتشيح فينا تو، احنا يجوا من حنا تو يجوا من 6 نروح نص النهار شي نجيبوا نجيبوا 2 كيلو فاللي خايب يجيبوا حتى كيلو ونص. وتعمل السلطات على حماية جامعات المحار باعتماد استراتيجية تسويق واضحة من المنتج إلى المستهلك، علاوة على ضمان حقوقهن وتدريبهن على تحسين أداء هذا القطاع، وكذلك الحفاظ على جودة المنتجات التي تصدر بشكل أساسي. السنوات الأخيرة لاحظنا تراجع فيما يخص إنتاج المحار بسبب التغيرات المناخية والتلوث اللي أثر بشكل سلبي على رزق الآلاف من النساء جامعات المحار هذا في السنوات الأخيرة. وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يسمح بصيد المحار في تونس في الموسم بين أكتوبر ومايو، ويحظر خلال الأشهر المتبقية من العام. وأفاد تقرير للمنظمة بأن أكثر من 4000 امرأة يعملن في إنتاجه عبر 17 موقعاً في تونس، لا سيما في قابس وصفاقس. وأضاف التقرير أيضاً أن هذا القطاع ينتج في المتوسط 700 طن سنوياً، مع التركيز على التصدير إلى مختلف البلدان.